في مبادرة إنسانية وفريدة من نوعها، نظم جمعية الأمل ببلدية برهوم في ولاية المسيلة أول زواج جماعي للمعاقين. تقدم بالشكر التقدير لهذه القائمة الأهلية للجمعية على هذه المبادرة الفريدة من نوعها لتزويج 7 شباب من هذه الفئة اللي في حاجة إلى دعم ومساندة. 7 عرسان تم تزويجهم في حفل بهيج حضره أقارب العرسان إلى جانب أعضاء الجمعية الخيرية الذين احتفلوا بالمناسبة عن طريق استعراضات فرق الفانتازيا والبارود. شعور سعيد جدا بهذا الزواج الجماعي، وأولا نشكر على رأسهم سعداوي موسى ونشكر جميع الحضور هذا على هذا الزواج. المبادرة لقيت استحسانا كبيرا من طرف سكان المنطقة وعرفت توزيع هدايا للعرسان. فرحانين احنا، نتمنى ان شاء الله المبادرة هذه تكون في 48 ولاية وفي عدة بلديات، يخص الفئة هذه المحرومة. عندنا 7 عرسان بكامل تجهيزاتهم، من كامل تجهيزاتهم، المهر زايد الشمبرا زايد البدلة زايد حتى بعض الجزرات تاع الأغنام اللي يوسيها في العرس. عندنا 30 بطانية وزعناها في هذا الحفل، وعندنا 3 كراسي متحركة. لتبقى مثل هذه المبادرات كفيلة أن تدخل الفرحة في قلوب فئة الاحتياجات الخاصة.